النهاردة كان أهم ما نوقش في مجلس الوزراء الاستعداد للاستحقاق الثاني لانتخاب رئيس جمهورية. كان مهم جدا مراجعة خطط أمنية دقيقة والاطمئنان أن هذه الانتخابات ستجرى في جو آمن ستتيح الفرصة لكل أفراد الشعب أن يتوجه يوم 26 ويوم 27 بإذن الله ليدلي بصوته وهو في منتهى الأمان في منتهى الحرية. لأن يعني أنا بصراحة كل واحد فينا في شعب مصر يتمنى أن يكون هذا اليوم شهادة شعب ولإثبات إرادته للعالم كله، إرادة شعب تتبلور، إرادة شعب واضحة في اختيار رئيسه في جو من الحرية وجو من الأمن وجو من الأمان. الشعب اللي فجر ثورة 30 يونيو ورفض تغيير هويته ونزل بالملايين إن شاء الله هينزل بنفس الأعداد وأكثر بالملايين ليعرب عن إرادة حرة واضحة وليشهد العالم عظمة هذا الشعب المصري. عظمة هذا الشعب المصري عندما رفض تغيير هويته، وعظمة هذا الشعب المصري عندما يختار رئيسه، وعظمة هذا الشعب المصري عندما يكون عنده العزيمة أن يبني بلد حديثة وأن يبني مجتمع عادل وأن يحقق أهداف ثورتيه. يعني ده كان يمكن أهم موضوع. استعرضنا الحزمة الاجتماعية اللي الحكومة يعني جادة جدا في أن تكون هذه الحزمة بادئ يعني خط أمان وخط دفاع للأكثر احتياجا. استعرضنا مشروع الإسكان الاجتماعي والمليون وحدة، وإن فعلا النهاردة على الأرض بيتم تنفيذ 270 ألف وحدة على ربوع مصر، وإن في 50 ألف وحدة بإذن الله سيتم تسليمهم في نهاية شهر يونيو طبقا للبرامج الزمنية. التمويل الحمد لله توفر في الحزمة الأولى، وعلينا الدور بقى لتنفيذ هذه المشروعات اللي بتتيح 750 ألف فرصة عمل، العمل ليل نهار عشان المشروعات دي بدل ما تخلص سنة ونص تخلص سنة وممكن قبل سنة. وللعلم أنا كنت في السويس وشفت الحقيقة، مشروع الإسكان بدأ في شهر 4 ويمكن النهاردة 70% من الهياكل الخرسانية لألف ومئتين وحدة انتهوا. لما العامل المصري بيشتغل، لما العامل المصري بينوي على شيء فهو بينجح وبيعمل أعلى معدلات التنفيذ. النهاردة ده اللي مطلوبة، إن العامل المصري يدي الرسالة. العامل المصري هو اللي هيبني مصر، والعامل المصري هو اللي يعني هيرجع أمجاد مصر، واللي هيبني اللبنة الأساسية في قطار التنمية، في مسار التنمية اللي احنا كلنا بننشد ان نرى مصر الحديثة رافعة فعلا، راية عالية جدا هي راية الحضارة المصرية اللي نبعت من مصر، وان شاء الله تستمر وتكون هناك تجربة مصرية يشهد لها العالم. استعرضنا ايضا ما يحدث الآن، وتابعنا الحقيقة ما يحدث الآن في الانتخابات خارج جمهورية مصر العربية، وإزاي هناك فعلا إقبال في الكثير من البلدان على المقرات الانتخابية. استعرضنا أيضا بعض مشروعات، ما حدث في طابة من خسائر في المناطق السياحية
نظرا للسيول، وخدنا قرار هام جدا بتشكيل لجنة من السيد وزير الري والسيد وزير السياحة والسيدة وزيرة البيئة لدراسة الموقف هناك، والسيد وزير السياحة كلف بالسفر فورا إلى طابة لأن يكون وسط الناس وبيشوف المشاكل وبيحل المشاكل وينقل لنا صورة من أرض الواقع. استعرضنا العلاقات مع الدول الإفريقية ونتائج الزيارة الأخيرة، استعرضنا أيضا ما يقوم به السيد وزير الخارجية في مهمة إلى لندن، وكان هناك متابعة للموقف الخارجي والموقف الاقتصادي. عرض السيد وزير المالية ملامح الموازنة، إن شاء الله سنجتمع أيضا في إن شاء الله يوم السبت كلجنة اقتصادية، لأن فعلا إحنا حريصين أن يكون هناك موازنة تعبر عن الواقع وتعبر عن إصلاح اجتماعي اقتصادي. وأنا دايما بأذكر كلمة الاجتماعي الاقتصادي، هناك الحقيقة بداية جدة، يعني الكل ينظر إلى الغد بنظرة كلها تفاؤل وكلها أمل، بس علينا إحنا كشعب يوم 26 و 27، ده اللي خلاني النهاردة بتكلم وبقول علينا كشعب، علينا إحنا، محدش هيبني بلدنا غيرنا، ومحدش هيصلح اقتصادنا غيرنا، ومحدش هيرفع راية مصر غيرنا. الشعب ده شعب عظيم بيقدر، وعظمته بتظهر في المواقف. أنا أتوقع بإذن الله أن يعني في هذا الجو الآمن اللي الدولة بإذن الله هتوفره، أن يكون هناك احتفالية كبيرة جدا هسميها إرادة شعب. احتفالية إرادة الشعب دي بإذن الله يعني ستكون يعني حاجة يندهش إليها كل من هو خارج مصر، ولكن هي دي مصر، هي دي مصر العظيمة، وهو ده شعب مصر العظيم. شكرا. سيادة معالي رئيس الوزراء، معالي رئيس الجديدة، بالنسبة لحزب الوضع حضرتك، هل ملامح حقيقة يا فندم؟ عايزين نعرف بس بعض الملامح الأساسية للموازنة، ومعانا سيادة وزير المالية. ثانيا، في نقطة مهمة حتى الآن الحكومة المصرية لم تعلن الموقف منها، وهو الخاص بشركة فينوس الإسبانية، إن هي راحت تعاقدت مع شركة تمار الإسرائيلية بدون الرجوع إلى الحكومة المصرية فيما يتعلق بتسييل الغاز في المحطة. غير صحيح. كلام أول مرة اسمعه. ما إيه اللي بيه؟ غير صحيح، كلام غير صحيح، لا أساس له. يعني سيادة الرئيس، فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، لم تعلن الحكومة حتى الآن الإجراءات الخاصة بهيكلة وترشيد دعم الطاقة، وهل الأغنياء سوف يتحملون الجزء الأكبر من فاتورة الإصلاح الاقتصادي خلال الموازنة المقبلة من خلال ترشيد الدعم، أم من سيتحمل؟ ما هي البدائل؟ هل سيتم رفع أسعار البنزين؟ هل يمكن يعني هل يمكن ان يتحمل الفقراء؟ لا، ما احنا بنسال ايه طبيعه الإجراء؟ من يتحمل يعني الذي سيتحمل هو الذي يستطيع ان يتحمل، لكن الفقير في مصر لا يستطيع ان يتحمل. ده مبدا، ده اللي احنا شغالين عليه. الاجراءات يا فندم بقى، هل الاجراءات ستعلن؟ بس احنا شغالين في هذا الموضوع بمنتهى الحرص عشان الاجراء السليم، ان فعلا نقتحم المشكلة الاقتصادية، لأن عدم اقتحام المشكلة الاقتصادية وعدم وضع فعلا خطة الإصلاح الاقتصادي تاخد سنة، تاخد اتنين، تاخد ممكن تاخد أكتر من 3 سنين 4 سنين على أساس نعدل اقتصاد مصر، ده الأساس. لكن احنا شغالين حاطين قدام عينينا دايما البعد الاجتماعي، البعد الاجتماعي ثم الإصلاح الاقتصادي، لأن الإصلاح الاقتصادي هو اللي هيخلي الفقير مش فقير. لكن طول ما احنا ما بنواجهش الفقير سيزداد فقرا، ودي اللي أنا بقول دايما أما نيجي ناخد قرار، فإحنا بنرجو الحقيقة عدم المتاجرة بألام الناس، لأن احنا واضعين في اعتبارنا أولا استهداف
ده احنا النهارده المعلومات اللي موجوده عندنا خريطه فقر بتحدد القريه وبتحدد ايضا الاسره. يعني المعلومات النهارده خريطه الفقر اللي موجوده وصلت انها بتحدد القريه، بتحدد هناك قرى في مصر. امس في استعراض خريطه الفقر قرى في مصر في بني سويف نسبه الفقر فيها 97%، وهناك ايضا احياء في مصر في القاهره نسبه الفقر فيها صفر. دي دقة المعلومات اللي عندنا النهاردة ونحن نستعرض نجاح منظومة الخبز في بورسعيد وبداية نجاح واضحة في السويس، وأنا شفتها بعيني لما رحت السويس ورحت على بدون أي ترتيب أو بدون أي تخطيط على المخابز البلدية هناك، وشفت الساعة 3 كنا ما كانش في طابور خالص، علما بان كان اكتر حاجه كان اكبر هدف ان احنا ان احنا ننسف التوابير دي، لان عشان كان الاول الانسان يصحى الساعه الفجر ويقف طابور عشان ياخد رغيف عيش، دي حاجه مؤلمه للانسان المصري. النهارده هذه التجارب، لكن الاهم من كده جوده الرغيف اتحسنت 13% في المحافظات اللي هي ابتدينا نرصد هذه التجربة. 13% من تكلفة دعم الرغيف قلت بدون أي نوع من المساس بسعر الرغيف من حسن الإدارة. 13% قلت. النهاردة 30% من الدقيق اللي كان يوميا 30% من الدقيق اللي كان بيدخل عشان المخابز وكان بيخرج ولا يستخدم للهدف النهارده توفر في بورسعيد، وجزء من الوفر ده بيرجع تاني في سلعه اخرى للي معاه كارت، لانه بيرجع لبقال والتمويني بياخد بدل العيش اللي كان باراده حره، بدل العيش اللي بياخده بياخد سلع تانية. ويعني هي دي يعني المظلة، جزء بسيط من المظلة الاجتماعية أو من الحماية الاجتماعية للأكثر استهداف. سيادة رئيس الوزراء وحضرتك بتتكلم عن المظلة الاجتماعية، هل يعني هيتم الإعلام بعد الانتهاء من دراسة إجراءات ترشيد الإنفاق وتوجيه المستحقية مع حزمة اجتماعية، هيكون في إعلان لإجراءات اقتصادية مع إجراءات اجتماعية في نفس التوقيت؟ وهل ده هيكون مثلا في مؤتمر هيتم فيه الإعلان ده بشفافية للناس؟ دي حاجة. الحاجة الثانية يا فندم، هل ده مرتبط بالتوقيت إقرار الموازنة والعمل بها؟ طبعا العمل بالموازنة يبدأ مع بداية يوليو، لكن بالتأكيد الموازنة هتقرر قبل ذلك، فهل ده مرتبط؟ احنا عندنا لغاية 30/6. يعني في مهلة لغاية 30/6 لإقرار الموازنة. ما عندناش يعني احنا أهم حاجة أشوف الدراسة المتأنية والمعلومات الوفيرة إنها تصل إليك حتى تستطيع أن تأخذ القرار الصحيح. لأنه زي ما بقول احنا بنشتغل في هذا المجال بميزان حساس. بتقيس كل إجراء وحاطط في قدام عينينا إن ما ينعكس هذا الإجراء بأي طريقة أن يتحمل اللي مش قادر يتحمل أكثر. وبعدين أنت بتشتغل اقتصادي، وبتشتغل بتشوف المحور الاقتصادي وبتشوف المحور الاجتماعي وبتعمل حماية كمان، لأن أنت ممكن تاخد قرار لا يتأثر بيه الأكثر احتياجا، لكن نتيجة لعدم وجود آلية قوية للتحكم في الأسعار في السوق يتأثر بها، وبالتالي دي يبقى نوع من يعني حاجة لازم ناخد فيها الحماية ولازم نفكر فيها ازاي. يعني لما نتكلم النهاردة ما يحدث النهاردة في وأنتم في المجتمع، ما يحدث النهاردة في انخفاض واضح في أسعار بعض الغذاء، ما يحدث النهاردة من تطوير في المجمعات الاستهلاكية، ما يحدث النهاردة من توافر عدد كبير من السيارات اللي هي بتوزع اللحوم أو بتوزع الخضار، ما يحدث النهاردة في من جهد، ما هو ده جزء من
شبكة الحماية الاجتماعية. يعني هي الحقيقة قرار شعب وقرار حكومة لإصلاح اقتصادي. مهما كانت التحديات، لكن طالما في إرادة، في إرادة سياسية وفي رؤية، إن شاء الله يعني سيتم مواجهة ملفات كانت مغلقة كثيرة جدا منذ زمن. وبعدين ما حدش في إيده برضه يعني عصا سحرية ولا زرار يدوس عليه الدنيا، لكن طالما إن المواطن في الشارع حس إن في تقدم، إن في أمل، ده اللي بيدينا إحنا كمنفذين تنفيذيين قوة في الاستمرار. معالي رئيس الوزراء، كيف سيتم علاج مشكلة عدد النواب المقرر الذي لا تستوعبه قاعة مجلس النواب الأسري الذي لا يمكن توسعته؟ هل من المتوقع أن يتم تخفيض عدد المجلس، عدد النواب، أم سيتم دراسة الموضوع؟ لا لا لا، مش مقرر تخفيض عدد النواب، ولكن احنا بندرس الموضوع هندسيا وأيضا مع وزارة الآثار، بحيث أن يكون في توازن بين زيادة المقاعد والحفاظ على التراث الهندسي والطراز المعماري الرائع لمجلس النواب. دولة رئيس الوزراء، اليوم شهدنا إقبال شديد على المقر في سفارتنا في الخارج، وكلنا أمل في أن هم بيطلبوا بزيادة عدد الأيام، وكلنا أمل في أن يشهد يوم 26 و27 زخما مصريا كبيرا في هذا المجال. عايزين رسالة من حضرتك، رسالة طمأنة للمواطن المصري بالوضع الأمني، وكيف سيكون الوضع الأمني في هاتين اليومين، في هذين اليومين وما قبلهما، ونبعث رسالة اطمئنان للمصريين في الداخل، وأيضا رسالة للمتابعين لنا في الخارج. هو كل ده الشعب مش مطمن لما بيشوف جيشه النهاردة وشموخه. ده أنا امبارح كنت في قناة السويس، وبصراحة طلعت السيد الفريق مميش قال لي هنطلع على مركب بتعبر القناة، وكان منظر رائع، وشاف وحوش يا أخي، وحوش، والجدع يقرب بقى. لما رئيس الوزراء يفهم الجدع يقرب، والله أنا ده اللي أنا شفته، الجدع يقرب، شرق وغرب دول وحوش وطيارات وبحرية. هي دي مصر. أنت بتتكلم على إيه؟ أنت بتتكلم على مصر وبتتكلم على... طب أقول لك حاجة، ما تفتكر الاستفتاء، احنا كنت انا رحت استفتي احط صوتي، كنت منظر الجندي المصري، ايه ده، ايه اللي جرى، انا فين، دي مصر. فانا بقول لكم مصر آمنة بأمر الله وبولادها، ولادها اللي هم يعني ما بخلوش بدمهم، ولادها النهاردة اللي هم بهم. ده الرسول اللي قال خير أجناد العالم، هم فعلا خير أجناد العالم. فالتأمين طبعا، أولا كان الوضع فيه لو تفتكروا فيه أمنيا أيام الاستفتاء أقل كثيرا من الآن. إحنا بس ده الأرقام اللي عندنا بتقول إن من 1/3 لغاية النهاردة أكتر من 36 شهيد من ولادنا ظباطنا دفع ثمنه بالدم، وهيدفع ثمنه، كل حاجه ليها ثمن. لكن انا بقول لك الوضع اكثر من امن، الوضع اكثر من امن بامر الله. هناك خطط مشترك بين قواتنا المسلحه، الوحوش بتوعنا وابنائنا في الشرطه، وزي ما بقول الجدع يقرب من مصر، ما حدش هيعرف يقرب من مصر بجيشها، اولا بحمايه ربنا سبحانه وتعالى وجيشها وبشعبها. وخد بالك عمر الشعب ما قرب لجيشه وشرطته زي الوقت. هو بقى المطلوب بس التسهيل من رؤساء المصالح والوزراء واصحاب الشركات والقطاع الخاص والقطاع العام، انه يكون هناك نوع من التسهيل للعاملين.
والتشجيع أيضا والتنظيم، دول يومين. فكل لا 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 ما فيش أجازة خالص، احنا ما عندنا ساعة نضيع، ولكن عندنا وقت كويس قوي ان احنا نروح وننتخب ونحط صوتنا ونرجع. لو كان ممكن نرجع نفس اليوم، لكن يكون هناك تسهيل من الجهات، تسهيل اللي مثلا اللي عنده عربيات اوتوبيسات تقدر يطلع يطلع عماله. نعم لا 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 ما يفهمش غلط، احنا ما بنقولش لمرشح معين، احنا بنقول بالعكس كل أجهزة الدولة تنزل وتساعد عمالها على أساس أنهم يضلوا بصوتهم. محدش أبدا، شوف نجاح الدولة هو الحيادية التامة والشفافية الكاملة. وحتى هذه اللحظة بحمد الله احنا أقسمنا على رعاية مصالح هذا الشعب، والحمد لله رب العالمين أن فعلا رعاية مصالح هذا الشعب، أن ترعى مصلحة أن يكون هذا الشعب حر في اختياره آمن وهو يضع صوته، مش أن تملي عليه حد. والعالم كله يشهد ويقول دي إرادة شعب. فأنا أرجع تاني بقول أن لازم أصحاب العمل، الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، المصانع، القطاع العام، قطاع الأعمال، الحكومة، الهيئات كلها تسهل وتيسر أن يكون العامل والموظف عنده الوقت أنه يروح ويحط صوته، وفي نوع من يعني التنسيق. ويا سلام لو كمان منظومة العمل، ولو منظومة العمل زادت جدا هذا اليوم، والإنتاج زاد جدا، والناس زادت جدا قدام الملجان، ده تبقى الحقيقة صورة لمصر الجديدة اللي هي إن شاء الله هنبنيها، اللي مش هتتبنى إلا بحاجات احنا نملكها، ايمان بالله وقلب طيب وذكاء وإرادة ما بتتكسرش، وبجيش كل واحد يفتخر بيه، ورجال امن حمونة، وعامل مصري شريف بنى السد العالي، وهيشتغل في قناة السويس في تنمية مشروع قناة. هي دي مصر كلها امل. مصر القوة الكامنة في مصر رهيبة. مصر المفروض تكون من الدول الغنية بأمر الله، وهتكون مصر مليئة بالفرص. فيعني إن شاء الله خير. لكن دولة رئيس الوزراء، هل هناك تسهيلات من الحكومة فيما يتعلق بقطاع النقل في يومي الاستفتاء؟ كل التسهيلات، قطارات مخفضة، أشوفها دي ودور وزارة الشباب برضه نقل، كل التسهيلات لشعب عظيم زي مصر، زي شعب مصر أن يروح أنه يتوجه ويدلي بصوت. كل التسهيلات الممكنة إن شاء الله ستتخذ لإذن. معالي رئيس الوزراء، استكمالا لهذا الجزء، دور مجلس الوزراء في هذين اليومين، هل هيكون هناك غرفة متابعة مركزية في تنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؟ متابع، وعندنا غرفة للمتابعة في مركز معلومات، إن شاء الله هيتم المتابعة على مدار الساعة، متابعة الأمن والأمان، ومتابعة أن كل حاجة تكون ماشية بحيادية وبسلام، واللجنة العليا للانتخابات موجودة. احنا عندنا 14 ألف لجنة فرعية، وعندنا تقريبا 320 لجنة عامة، و 14 ألف ورجال القضاء موجودين، واحنا بنؤكد على النزاهة والحيادية والشفافية وعلى الأمن والأمان بإذن الله.